تبذل مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بساحل حضرموت جهوداً كبيرة في خدمة استخراج البطائق والجوازات للمواطنين رغم شحة الإمكانيات وتدفق المئات من المراجعين. محسن بالبحيث رصد لنا التقرير التالي، نتابع. أن يكون مبنى مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بساحل حضرموت على هذا الشكل، فهذه بحد ذاتها تعد معضلة كبيرة، لكن جهود القائمين على هاتين المصلحتين واضحة للعيان. ضيق المكان وتدفق مئات المراجعين بشكل يومي زاد من وتيرة العمل، الأمر الذي جعل القائمين على المصلحتين يقدمون خدماتهم للمواطنين بصورة مباشرة وبدون كلل أو ملل، حتى لو اضطروا للجلوس في هذا المكان. نشكركم على حضوركم إلى إدارة الهجرة والجوازات المكلة، ونشكر تعاونكم وتعاون المواطنين. آلية العمل بفرع المصلحة في المكلة كالتالي: الأحد الرجال والاثنين النساء والثلاثة رجال والأربعة نساء، والخميس يكون زي اليوم هكذا عام استفسارات مشاكل الناس. الجوازات وبحسب القائمين عليها متوفرة لجميع المواطنين، فقط كل ما عليه هو الحضور للجوازات حسب البرنامج المعد وبدون أي واسطة هذه المرة. وأهم شيء في عملنا أنه حضور الشخص شخصيا للمواطن، يعامل نفسه من أي مكان من أي منطقة. ونشكركم على أن ما قدمته القيادة في السلطة المحلية بقيادة اللواء فريس سالمين البحسني أنه وفر الجوازات متوفر لأي مواطن وفي أي وقت بحسب النظام ما أشرنا إليه إن شاء الله. الأحوال المدنية هي الأخرى تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين بعد حصولها على عهدة جديدة، لكنها غير كافية حسب قول القائمين عليها. نحن الآن في إدارة الأحوال المدنية الحمد لله حصلنا على عهدة، رغم العهدة قليلة جدا ما تكفي بالحاجة الماسة للمواطنين، وخاصة في الفترة اللي توقف فيها يمكن أكثر من 4 سنوات الناس يعانون من عدم صرف خاصة البطاقة الآلية، إلا أن جاءت مجموعة من الاستمارات اللي يمكن تكفي 5% من الناس المحتاجين. تقدمت إلى إدارة جوازات الهجرة والحمد لله تمت إجراءاتي على أكمل وجه، حضرت الساعة 6 صباحا وتمت إجراءاتي بيسر وسهولة، واستلمت أوراقي كاملة حدود الساعة 12 كامل الإجراءات، وتم إعطائي موعد استلام جوازي خلال 5 أو 6 أيام. كثيرة هي المعوقات التي تقف أمام قيادة مصلحة الأحوال المدنية بساحل حضرموت، الأمر الذي يتطلب من السلطة المحلية وقيادة الأمن الاهتمام بهذا الجانب الحيوي. لقناة المكلة، محسن بالبحيث.